مش فاهم انا هنا ليه. ممسوك في قضية سلاح بدون ترخيص بتلاتة مليم. الظاهر كده والله اعلم يا عز باشا انك انت متوصى عليك قوي. يعني يا متر انا حفضل في المخروبة دي ولا ايه؟ لا 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 دي ده بنحاول اهو نجيب لك افراج باي كفالة مهما كانت قيمتها. تصرف يا عرفان تصرف. حاضر يا باشا بلاش مع عرفان انت في امان. بس على فكرة كل اللي اقدر اوعدك بيه المرة دي ان احاول بقدر الامكان اخليهم يحطوك في مستشفى السجن ان شاء الله. مستشفى مستشفى ايه بس الله يخرب بيتك. تعوزني اخد لي مرض هناك واموت فيها؟ بعد الشر عليك يا باشا ما تخافش انا هتصرف ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله اللهم لا حسد. يعني بقالنا فترة مركزين في الشغل وحاجة كده على قديمه. يا ابني بطل قر بقى بطل قر ده انا متلصم. لا بس انت بدأت تفوق. افوق ايه ده انا البلاوي نازلة على نفوخة ريف. يعني من ساعة احداث الثورة ديت وشالوا الحراسة من على ابويا من ايام الحادثة وعمال ادور على حد عشان قاتل يرجع له الحراسة تاني مش عارف. يا عمي هو حد فاعل الكلام ده؟ وبعدين تلاقي الناس اللي كانت عايزه تقتل ابوك دي كلها في السجن. صدق وتؤمن بالله. لا اله الا الله. انت عارف الناس ديت لو في سبع ارض ولا في سبع سما انا هجيبهم واجيب حق ابويا وانا خلاص قربت اوصل لهم. يعني انت اللي هتعرف توصل لهم والشرطه مش هتعرف؟ ايوه هعرف وبكره تعرف ان انا مش بق وان انا قد كلامي. لا بقى ده انت شغال مباحث خاصه بعد الظهر. على جرايه ايه مالك يا باسم؟ طاري وهاخده بطريقتي. في رأيك انت بتتكلم بجد؟ ايوه بتكلم بجد. بقول لك يا صاحبي خلي بالك من الناس دي عشان الناس دي اكيد ما بتهزرش. انت تعرف حاجه ولا ما تعرفش ولا بتفتي زي عادتك؟ هو ايه اللي ايش عرفني؟ ناس وحاولوا يقتلوا ابوك اكيد هيحاولوا يقتلوك. الحقيني يا دكتورة. تروح فين يا زول؟ تلاقي اللي حصل فيك المرة اللي فاتت عايز تروح تاني تتدرب وتموت؟ ايوه بس ده كان من شهور كتير قوي وبعدين هتلاقي اصلا محدش فيك. انت عايز تروح ليه تاني؟ يا جماعة انتوا مش فاهميني خالص. انا عشان اعمل لقطة في حوار الراب ده هنا لازم امسك الواد ميكانو ده اعلم عليه عشان الناس تعرف مين اللي مسيطر على الساحة. طب ايه رأيك بقى لو عملت له دس؟ دس ايه ومس ايه يا جينا؟ ايه الجو ده؟ بعدين انا مش معروف قوي يا جدعان للدرجه عشان الموضوع يسمع لسه شويه. يعني انت عايز تروح تتدرب تاني؟ انت مش قد مكانه ورجاله. لا ده حوار تاني خالص. انا الراجل ده خدني على اخوانا ورحمه ابويا كسر له عظم وشه وهتشوف. صدقني يا زول لو رحت المره الجايه هيكتروا عليك وهيجيبوك تاني. ما هو ده اللي انا عايزك فيه. انا قصدك في حوار بس مش عايزك تجلي مني. عايز حماده في ايه؟ زي ما فيهوش نفس. عايز انت تضرب انتوا الاثنين. بص انا عايزك تجمع لي الكليكة بتاعتك في اقرب فرصة عشان في حوار. سامل حسابك في حاجة الناس دي مش هتتخانق لك ببلاش. خليها على الله. في ايه؟ انا شكلي كده بولد. متأكدة؟ في حاجة كده. في حاجة نزلت. طب خلاص اوكي انت شنطتك جاهزة وكل حاجة. طب يلا هاخدك بعربيتي على المستشفى. عربيتك ايه؟ انت عربيتك اتسرقت. انا مش مركزة خالص. طب مش مشكلة انا معايا المفتاح السبير بتاع حسن. هناخد عربية حسن. ماشي.
ليه يا حبيبتي بس؟ ليه كده؟ احنا قلنا موضوع الحالات الخطرة ده ما نستعملوش غير الحالات القصوى، دلوقتي انا لازم اروح لها ب 600 جنيه. طب خلاص، تعالى بس ادخل. خلاص ايه بس؟ هجيب لها منين دلوقتي انا 600 جنيه دلوقتي؟ قولي لي بقى يا ستي، ايه الحاجة المهمة قوي اللي هدفع فيها 600 جنيه؟ يا حبيبي اهدى، عشان اللي انا هقولهولك محتاج تبقى ريلاكس وهادي ومروق عشان تستقبله بهدوء. بهدوء؟ ده انت وترتني اكتر. ايه؟ هبه عرفت حاجة؟ هو انت حياتك كلها تتلخص ان هبة هنا ما عرفت حاجة؟ بس خلاص كده تمام. اخد نفسي بقى، واي مشكلة تانية ليها حل مش مشكلة. حتى لو عرفت انه حبيبتك بيرو حامل؟ ايه؟ حامل؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود. خلاص هادي كلها دقيقتين وهنوصل المستشفى. كلميني. بكلم الدكتور، انا مش فاهمه ليه قافل تليفونه، مش فاهمه ايه الدكاتره اللي بتقفل تليفونها دي. بعدين الدكتوره بتاعتك بكلمها بتديني رقم كده غريب، واضح انها بره مصر. النحس ده يا ربي. مفيش ولا نحس ولا حاجه. مريان خليكي متفائله حبيبتي، انا حاسه ان انا هموت. يا مريان انا من يوم ما عرفتك وانت بتقولي لي الجمله دي، ممكن بقى تخليكي متفائله وتقولي لي جمله احلى من كده؟ قولي انا حاسه ان انا عايش. تعبانه مش قادره. طب بص حاجتك اللي احنا خدنا عربيتها دي، هتفتكرنا عربيتها اتسرقت. متقلقيش بس انا هوصلك المستشفى واطمن عليكي، وبعدين هبقى ارجع لها العربيه على طول. وبعدين حسنة دي زي اختي مفيش منها قلق، المهم انت بس خليكي في اللي انت فيه، اعملي معروف. اوه بس مش عايز ادخلك في مشاكل اكتر من كده. لا ربنا ما يجيب مشاكل ابدا يا رب، المهم تبقي كويسه. انا تعبانه. انا مش فاهمه الصراحه، هو انت مش كان نفسك في عيل؟ انا مش فاهم دماغك دي فيها ايه، مش فاهم. طب فاهمين انت دلوقتي؟ الناس لما تشوفك ماشيه في الشارع وبطنك عماله تكبر قدامك هتقول لك ايه؟ ليه، هو انت مش ناوي تعلن جوازنا؟ طب هجيب لك السؤال من ناحيه تانية خالص. هبه صاحبتك وانتمت عمرك، لما تعرف دلوقتي انك متجوزه جوزها وكمان حامل منه هتعمل فيك ايه؟ هو الصراحه انها تبقى مصيبه كبيره، بس خلاص هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انا مش قايل لك تاخدي بالك اساسا. والله خدت. يا سلام، وبتحلفي كمان. المهم دلوقتي هنعمل ايه؟ نحتسبك عند الله من الشهداء. اسندي عليك، اسندي عليك بالراحه. اقعدي اقعدي. لو سمحت معايا حالة ولادة. معلش معلش. حالة ولادة عبد السميع، حد انزلي بتقولي تحت بسرعة. دقيقة يا فندم هينزلوا ياخدوها لحد ما هتخلصي بقى الإجراءات. اسم المريضة؟ مريهان عز الدين. البطاقة الشخصية بتاعت حضرتك. بطاقتي أنا؟ أي يا فندم. بس أصل أنا نزلت بسرعة ونسيت شنطتي كلها في البيت. ما ينفعش يا فندم. طب معلش دخلها دلوقتي وانا هجيب لك كل حاجه بعدين. ممنوع حضرتك، وبعدين في 5000 جنيه تأمين لازم يدفعوا. 5000 جنيه؟ انا معايا فلوس. انا فين بطاقه حضرتك يا فندم؟ ما انا بقول لك دخلها بس دلوقتي وانا هروح اجيب لك البطاقه وكل حاجه. طب ما فيش اي اثبات شخصيه مع حضرتك؟ لا للاسف لا. هي مش هينفع تدخل باثبات شخصيه؟ طب معلش ادخلها، عقبال ما ادخلها هروح اجيب لك اثبات الشخصيه وكل حاجه واجي لك على طول. حضرتك اختها؟ لا. لا ده ايه؟ فين بتاعت حضرتك يا مدام؟ طب من فضلك بس ادخلها وانا هروح اجيب لك كل الاثباتات وكل حاجه دلوقتي. انا هرجع لك على طول. Thank you.
السيدة حسنى مرات فيكي؟ ايوه. دي سويت حضرتك؟ ايوه. هو مش باين؟ انا هقبل الرخصة دي عشان مرضى الظروف اللي انتوا فيها. شكرا قوي، كتر الف خير. الحكاية ايه الحكاية بالظبط يا متر؟ تجديد في تجديد في تجديد في ايه؟ ما انا قلت لساعتك قبل كده يا عز باشا انك انت متوسع عليك قوي. الموضوع لو كان مشي طبيعي كان زماننا خرجنا بكفالة، كان زمان سعادتك دلوقتي بتاخد النسكافيه بتاعك مع قطعة من السينابون المحلى بالسويت صوص في جنينة الفيلا بتاعتك. أنا مش فاهم يا أخي، مش فاهم. هو أنا جايبك ليه غير علشان أخرج؟ ما كنت أجيب أي محامي تاني، ولا أنت اللي بتاخده مش مالي عينك؟ ها؟ العفو عز باشا، ما تقولش كده، ده أنت خيرك مغرقنا والله. بس زي ما قلت لك قبل كده، مع عرفان أنت في أمان. أنا كل اللي طالبه من سعادتك بس شوية وقت، وانا والله العظيم ما ساكت. انا عمال افحر يمين وشمال ومن هنا ومن هنا وفي كل اتجاه، واوعدك اني هوصل لمخرج باذن الله تعالى. خير يا فندينا؟ مفيش جديد يا راضي. تجديد في تجديد في زفت. تاني تجديد تاني؟ جرى يا متر، جرى ايه في ايه؟ وانت كل مره هتزعل افندينا؟ مفيش ولا مره هتفرحه؟ يا نهار اسود، هو نظر على زعله ابدا؟ اقسم بالله انا بحاول بكل ما اوتيت من قوه يا استاذ راضي. يا اخي اقعد بقى، بكل ما اوتيت من قوه يا باشا. ما انت شفت سعادتك تعاملت وكيل النيابه معانا كان عامل ازاي؟ ما هي واضحه هي وباينه زي الشمس. اقسم بالله ما بقاش عرفان المحامي واعتزل المهنه وقتي لو ما كانش سعادتك متوسع عليك قوي. صح يا فندينا، مطلوب منك الصبر، الصبر شويه. الدنيا زيطه بره قوي علينا، والست اللي اسمها انجي زهران دي شن علينا السلخ في البرنامج بتاعها. انجي بنت الكلب الزباله، بس لما اخرج لها من هنا راضي، لما اخرج لها. وانت يا متر يكون في علمك الفرصه اللي جايه دي اخر فرصه بالنسبه لك. اقسم بالله لما خرجت في العرض الجاي هتصرف انا بطريقتي. هتخرج يا باشا ان شاء الله، هتخرج. متقلقش. اتفضل يا استاذ راضي، اتفضل. الحمد لله على السلامة يا بطل، نورت بيتك. الله يسلمك يا مصطفى. أنا مش عارف أقول لك إيه على اللي عملته معايا. ما تقولش كده عشان بجد أنا هزعل منك. أولاً أنت خيرك سابق عليا. ثانياً إحنا في الغربة مالناش إلا بعض. ثالثاً وده الأهم، الحمد لله إن ربنا نجاك وقمت لنا بألف سلامة. الحمد لله. طيب هطير أنا بقى عشان أنت إيه تستريح. ماشي؟ شوية بس تقعد معايا. لا عشان تاخد راحتك، بس اعمل حسابك إن أنا هكون عندك بكرة من النجمة إن شاء الله. إن شاء الله. سلام. السلام. سبب في موتها. انت ايه يا اخي؟ مغناطيس للحزن ولا انت الكون كله بيتآمر عليك؟ سامحيني، ارجوك تسامحيني، ما كانش قصدي والله.
كان نفسي اساعدك، كنت عايز اعمل لك شهر العسل اللي كنت بتحلمي بيه، بتريني واخدك لنهايتي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض. اخبار مامي بتاعتنا ايه؟ الحمد لله. اتاخرت عليكي؟ لا اتاخرتيش عليا. انت عارفه ان انا كنت حاسه ان انا هموت وانا بولد. ملوش لازمه الكلام ده يا مريم، حتى ده يا ربنا ان انا اشوف ابني قبل ما اموت، مع ان عارفه ان انا ماليش دعوه. ربنا غفور ورحيم يا مريم، والدليل اهو ان انت بقيتي زي الفل. الحمد لله. السلام عليكم، اخبارك جميل ايه النهارده؟ الحمد لله. طب البيبي عايز يرجع ممكن ولا طب ايه؟ طب انا عايزه اشيله بس شويه، اديني مني اشيله شويه. طب هاكله واديه لك. طب خمس دقايق، خمس دقايق بس. بسم الله الرحمن الرحيم. وانت هتسمي البيبي الجميل ايه بقى؟ هسميه يوسف. ناير كان نفسه يخلف ولد يسميه يوسف. معتز بيه. ازيك يا احمد؟ بس عامل ايه؟ اقعد اقعد يا حبيبي. جالي بالميري كده تضايقني؟ مش اضايقك كده، انا نزلت نظام وطالع عيني. الحمد لله انا اصلا عرفت اجي لك كده، ما انت عارف الاوضاع والبلد اللي احنا فيها. معلش يومين كده وكل حاجه تبقى زي الفل، هي بس الاوضاع متشقلبه. ان شاء الله خير. المهم طمني عليك. زي ما انت شايف، من البيت للكافيه من الكافيه للبيت. لا يا باشا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. انا خلاص زهقت، فكر اشوف اي شغلانه بره مصر بصراحه. انت بتقول ايه يا باشا؟ اللي انت سمعت. هقعد اعمل ايه بعد ما وقفوني؟ ما تقلقش والله، انا سامع ان في اخبار حلوه قوي، كل حاجه هترجع زي الاول. بجد يا احمد والنبي اخبي عليك ليه يا باشا؟ انت خيرك عليا قصيده فعلا. بقول لك يا باشا. قول لي. انا ياما عزمتك على قهوه في مكتبك، ما تعملها انت معايا مره في القهوه بقى. حلو. بص، ما انا مش عايز اخبطك بحاجه عشان ما تبقاش واقفه وحابسه، ماشي؟ فقوم امشي، قوم امشي. يلا اتفضل. عليا خبط، انا جاي اطمن على سعادتك. بالظبط كده، ما تكررهاش. يلا يا احمد. اذنك يا باشا. فقر فقر. مين البنت اللي معركه دي وشايل عيل صغير وداخله الفيلا معاها؟ مين دي؟ حبيب قلبي يا سيدي الناس، عصير لك علبتين عصير برتقال من غير بذر، ده لاجل عيونك انت بس. يلا اشرب بقى بالهنا والشفا. يلا حبيبي. ايه في ايه؟ ايه راجيه؟ ايه
مالها راجيه؟ مالها راجيه في ايه؟ طب بقول لك ايه سيبك من راجيه خالص، اشرب بس، اشرب العصير وسيبك من راجيه، اشرب العصير. يا بابا ما انا بصراحه مش فاهم انت تقصد ايه من بصتك دي. بقول لك ايه، سيبك من الشباك ده اللي جاب لك الكافيه، وهفتح لك التلفزيون ركز فيه احسن. استغفر الله العظيم يا رب. انا بقول لك انا عصير لك علبتين عصير بايدي وجاي من البيت. انتهى عصر الفساد وبدا عصر الحساب، والحساب هيكون عسير. حاجز الخوف اتكسر، مش هينفع يتبني تاني. خلاص ما بقاش في مكان غير لرجال الاعمال الشرفاء اللي عايزين يستثمروا جوه بلدهم ويفيدوا بلدهم، مش يفيدوا بنوك سويسرا. فاصل ونعود. النهارده معانا قضيه فساد كبيره وبالمستندات والدلائل. احنا ما بنتبلاش على حد، وضيفنا الاستاذ عبد اللطيف حامد مطوع، واللي جايب لنا مستندات خطيره عشان نكشفها امام الراي العام، ولكن بعد الفاصل. الو ايه يا فارس، ايه الاخبار؟ لا يا حبيبي انا مش عايزه فلوس. ما تحورش، انا فهماك، انا شريكه بالتلت. لا انسى بقى، انسى العمليات اللي فاتت، ده انت عمال تهل بملايين من ورايا. يا ستي حاضر حاضر يا انجي، مالك فيكي ايه بس؟ حاضر والله، وكبرنا وبقى عندنا ضوافر بنخربش بيها. حاضر، بقولك حاضر. يلا انجي، يلا سلام سلام. هي ايه حكاية الاخت انجي دي؟ عايزة تبقى شريكة بالتلت يا سيدي. طب ما تخليك ذكي يا فارس وما تخسرهاش. انجي دي بقت مهمة جدا، وبقى صوتها مسموع وطالع لفوق فوق قوي. هو انت كنت سرحان وانا بتكلم في التليفون؟ ما انا عمال اقول لها حاضر 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 حاضر. تحضر يا اخويا، انت كمان خلي بالك من نفسك، انت نجمك بقى عالي قوي وفي السما دلوقتي. كله من فلوس الشعب، وانا كنت واحد من الشعب، يبقى حقي ولا مش حقي؟ ان جيت للحق حقك، أبشر. وإحنا مش هنشرب حاجة النهاردة ولا إيه؟ لا إزاي، ودي تيجي ليلى. اتنين ينسون يا ليلى. ينسون كويس؟ كله في ميزان حسناتك، أبشر. إيه يا راجل، أنت نسيت أمك ولا إيه؟ ليه بس كده يا ماما؟ هي مكالماتنا دلوقتي بقت كلها عتاب. مش عايزاني اعاتبك بعد القسوه اللي انت فيها معايا دي. قساوه؟ انت اخر واحده يا ماما تكلميني على القساوه، وبلاش تقولي الكلام ده عشان ما اقولكيش انا بقى كلامي يزعلك كده. ماشي يا راجل. بقولك ايه، انا دلوقتي في العياده ومشغول، هبقى اكلمك بعدين. باي باي. سلام يا قلبي. قساوه يا عيني يا ماما، هو انت لسه عندك امل في بنتك راجية دي؟ بقولك ايه، انا مش ناقصاك انت كمان. طب ويا ترى بقى الهانم، هتحضر فرحي ولا هتدينا بومبا زي الخطوبه؟ لا يا اختي، ان شاء الله هتحضر فرح. طب بقولك ايه يا ماما، هو انت مش هتكلميها في الموضوع اللي قلتلك عليه؟ انا مش هكلم حد، انت لو عايزه تكلميها كلميها، انا شخصيا مكسوفه. ايوه هكلمها عادي، على فكره دي اختي الكبيره والمفروض تساعدني في الجهاز عادي يعني. خلاص يا اختي، مادام هو عادي والبجاحه ديت، كلميها. ايوه انا هكلمها، بس بقولك ايه، اقسم بالله لو كلمتني وقالت لي الحاجات بتاعتها دي انا مش هعرفها تاني. انا بس قلت ابلغك. انا مش قلت لك انك بجحه؟ Thank you.
حبيبتي